بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا اليوم أنا وعائلتي إلى معرض بغداد الدولي للكتاب، حقيقة للتعرف على النتاجات العلمية الصادرة حديثا، والحمد لله وجدنا حضور جماهيري رائع والكثير من الأدباء والمثقفين، وحقيقة إنما يدل هذا الأمر على مستوى الوعي الذي يمتلكه الشعب العراقي في مختلف أطيافه. وحقيقة أنا اليوم جدا فرحان يعني بهذه المناسبة، لأنه سرني الحضور الجماهيري الكبير بهذا المعرض، وإن شاء الله القادم أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لكم افتتاح معرض الكتاب الدولي في بغداد، الذي يمثل انطلاق للعلم والمعرفة، التي تمثل الكتب القيمة من الكتب الدينية والقانونية وبعض الكتب التي تفيد المجتمع وتهم الناس. المحامي محمد تقي الحمراني من محافظة النجف الأشرف. أول شيء السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شرفنا بحضور معرض الكتاب مع عائلتي. الصراحة شرفنا بهذا المكان، مكان واسع وجميل ويحوي كل ما نشاء هذا المعرض. حقيقة كلش تعجبت بهذا المكان، من حيث الكتب، من حيث الأدوات المدرسية، من حيث كل النواحي، كل اللي تشاءت تلقاه في هذا المكان، حيث جماليته وأسعه كل الجميع. فأنصح إنه كل شخص يحضر هذا المكان يشوف ينبهر، راح ينبهر يشوف هذا المكان الجميل. فأنصح إنه كل يحضر هذا المكان. حقيقة السر بشارتنا بهذا يعني اليوم، وشكرا لكل من ساهم على افتتاح هذا المعرض، وشكرا لكل من ساهم ولو بمقدار ذرة على افتتاح هذا المعرض، وعلى الكتب وعلى كل شيء يحوي هذا المعرض. وشكرا لكم.